رحب بحضراتكم مرة أخرى، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من هذه الحلقة الحية، وهي أنا من وجهة نظري فقرة مهمة جدا لأن كلنا محتاجينها في بيوتنا. فأنا أرجو أن الجميع يعني يكون حريص على مشاهدة هذه الفقرة اللي هنتكلم فيها عن الطفل العنيد والطفل المتمرد. على فكرة أطفالنا دلوقتي بقوا غيرنا لما كنا أطفال. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في الجيل ده؟ وإزاي نعالج هذه الظاهرة؟ مع ضيف اللي بيشرفني في هذه الفقرة، الدكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية. برحب بحضرتك يا دكتور عبد العزيز. أهلا بحضرتك دكتور سعيد حامد وكل الأعزاء المشاهدين. ربنا يحفظك. هو إيه اللي حصل لأطفالنا دكتور عبد العزيز؟ الوضع دلوقتي بقى الحياة بقى مخيف وبقى صعب، يعني أطفالنا أولادنا وأحفادنا سلوكياتهم اختلفت، إيه اللي حصل؟ الأول أنا عايز أأكد على ما حضرتك ذكرته في المقدمة أن الموضوع هام جدا، طبعاً. عايز طبعاً. إحنا هنقول بعض الرسائل الهامة في هذا اللقاء إن شاء الله، وأتمنى من كل أولياء الأمور والأسر اللي بتسمعنا تاخدها في عين الاعتبار. أول حاجة أنا عايز بس أعرف العند عند الأطفال من منظور علم النفس، وهنعرفه بشكل بسيط من أوكسفورد تكست بوك، وده اللي هو المرجع الخاص بينا كأخصائيين نفسيين، واللي بنرجع له بنقول ده بيضع المحددات لكل المواصفات التي تخص علم النفس. فقال بمنتهى البساطة هذا سلوك ينتهجه الطفل لإثبات ذاته عندما يتم التعامل معه بأسلوب معين يحاول إلغاء شخصيته. فاللي عايزين بس نوضحه ونتفق يعني عليه تماما، يعني ترمي الكره دلوقتي في ملعب القصر. انا عايز اقول لحضرتك ده احنا هنوضحها كمان اكتر. انا عشان يمكن انا بدات بالجزء الاكاديمي لكن انا عايز اتناوله بالتحليل. اول حاجه احنا خلينا نتفق على حاجه، لا يولد طفل في هذه الحياه كاذب مثلا، او لا يولد طفل عنيد بطبعه. طبعا. وعايز اقول لحضرتك الخلل السلوكي لا يكون وراثي، يعني في بعض الامراض النفسيه بتكون وراثيه. مثال بسيط زي الوسواس القهري، بعض الاطفال حضرتك بتشوفه يفضل، بتبدا على فكره من سن 8 سنوات مثلا، تلاقيه طول النهار عمال يرتب في شنطته، طول النهار بيغسل في ايده وحاسس انه في ميكروبات. ده وسواس قهري. وهو وسواس قهري مرضي، وفي الغالب يعني ممكن عند الاطفال ده بيظهر من عند الاطفال. وده بيبقى وراثي. لكن احنا لما نيجي نتكلم عن خلل سلوكي مثل الكذب، الكذب ليس وراثي، يعني ليس بالتبعية، الا طبعا احنا لما بنتعاطى بشكل سلبي مع الاطفال. لما يجي مثلا احد الامثله المضحكه المبكيه، لما يجي يسال عليا جاري واقول له ان بابا مش موجود او بابا انت كذبت، وبالتالي ورثت صفه الكذب. فانت السلوكيات لا تورث وانما تكتسب من الاسره. طب نبدأ، تعالوا نتناول موضوع العند. موضوع العند بمنتهى البساطة، ودي احنا بنقع فيها كتير جدا، وعايز اقول لحضرتك الكثير والكثير من اولياء الامور لما بنعمل حاجة بنسميها في علم النفس الروت كوز اناليسز او تحليل سبب المشكلة، بيكتشف انه هو اساس المشكلة، وده اللي انا هوصل مع حضرتك بيه دلوقتي. فقال انه الطفل لما يكون عنيد، لما يكون عنيد معناه ان انا بحاول بقدر او باخر ان انا اجعله صورة مني، ودي مشكلة كبيرة عندنا. ازاي؟ ان انا ليا توجهات كرب اسرة او كأم، محتاجة حتى توضيح دي. انا عايز اوضحها لحضرتك. انا ليا توجهات وقناعات كشخص، تمام، وشايف ان الصح له مقاييس، فيها حاجات صح طبعا ما ينفعش مثلا ان انا اسمح بيها، فيها فليكسبيليتي او مرونه، وهذا امور. لكن في امور بسيطه زي مثلا ادي لحضرتك مثال بسيط، انا مثلا هوايتي كاب كره القدم، وابني له هوايه مختلفه، ولا انا عايز ارغمه ان هو لازم يتقن مثلا كره القدم لان انا محب لها، وبعد كده بتكبر الموضوع لغايه لما بيوصل لارغامه مثلا لدخول كليه معينه، وحضرتك والمشاهدين يعلمون ذلك كثيرا. فاللي عايز اوصل له ان لازم اتعامل مع الطفل ككيان مستقل. بيبدا العند من اول لحظه ما انا عايز افرض عليه كرب اسره، عايز افرض عليه كل توجهاتي وكل سلوكياتي وما بديهوش خيار. من سن كام يا دكتور؟ بدايه من سن 3 سنوات. حضرتك تتخيل من سن 3 سنوات. سن 3 سنوات ده السن اللي انا بقدر احدد فيه حتى لو في خلل نفسي عند الطفل، يعني لو في، عارف حضرتك بعض الاطفال اللي عنده الاوتيزم او اللي هي سمات التوحد او التاخر في الكلام او حتى العند اللي احنا بنتكلم عنه، كل الكلام ده بيظهر من سن 3 سنوات.
اي تصرفات قبل كده بنعتبرها لانه بيبقى متقلب المزاج بطبعه، بنعتبرها في الاطار الطبيعي، بيبدا يتعرف على الحياه من حوله، فبالتالي ممكن يبقى نويز شويه او كثير الصراخ مثلا او دايما مثلا بيعاند معايا، ما اقدرش اعتبره عند سلوكي في هذه الحاله. من بعد 3 سنوات انا بدات احدد توجهاته، ومن بدايه سن 3 سنوات لازم اكتشف حاجه مهمه قوي، وهي دي عايز اقول لحضرتك مفتاح علاج العند عند الأطفال، وهي أكتشف شغفه. أحط خط تحت كلمة شغفه، أكتشف شغفه. ليه شغفه؟ يعني يعني توجهاته وميوله بالضبط. ليه هو عاوز إيه؟ هو أنا عايز أعرف بالتحديد هو عايز إيه. ليه؟ أنا عايز أقول لحضرتك لما أنا باخده ناحيتي بلاقيه بيبدأ يعند حتى في الأمور الطبيعية اللي مش المفروض يعند فيها، وعناده هنا هو يعلن عن ذاته، بيقول لحضرتك بمنتهى البساطة أنا موجود يا دكتور. يعني لو حضرتك حفيدك أو ابنك بتتعامل معه عايز يقولك أنا موجود، أنا ليه شخصيتي المستقلة، أنا ليه شخصيتي المستقلة اللي أنتوا بشكل يعني شيل دي يا يحيى، لا هات دي يا يحيى، لا مش هجيب. زي ما حضرتك تفضلت بشكل يعني ساخر وكوميدي أنه عايز أقول له على الحاجة أقول له عكسها عشان يعملها، يعني هي دي النقطة بس اللي عايزين نركز عليها كثيرا. طيب هل الصفة دي أو السلوك ده عند الأولاد والبنات ولا بيختلف من الذكور؟ لا يختلف بنوع من نوع الذكور أو إناث. بيبقى موجود في الاثنين، يمكن في الذكور إلى حد ما بيكون الموضوع واخد شكل أعنف، ولكن العناد بيكون موجود في الاثنين. وإحنا دايما عندنا زي ما قلت لحضرتك المشكلة دايما الأب عايز ابنه يأخذ كل توجهاته مهما كانت هذه التوجهات أيا يعني كانت سلبية أو إيجابية، لدرجة أنه هو بينصحه بحاجات. أنا عايز أقول لحضرتك حتى إحنا عندنا مشكلة كبيرة في أثناء نقاشنا مع أبنائنا، وده برضو أحد الأسباب اللي بتولد العند، إن أنا لما بقعده قدامي أو بقعد حتى بنتي قدامي بيفضل طول الوقت أنا بملي عليه، بأملي عليه توجهات معينة ونصائح معينة، وهذا جيد أنا لازم أنصحه بس لازم أسمع له في نفس الوقت. أنا لي فم واحد وأذنين، معنى كده أن أنا إيه أسمع أكتر ما أتكلم. هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي في علم النفس، ده أساس علم النفس. حتى لما بنيجي نعالج أي حالة نفسية بنعمل إيه؟ أنا بسمع له أكتر ما بتكلم. وعايز أقول لحضرتك أحيانا مجرد سماعي لي بيبقى أن أنا أعطيته قدره وبدأت في العلاج معاه. وهناك أمر آخر حتى في العلاج النفسي، عارف حضرتك لما بيبقى في أي حد عنده مثلا اكتئاب ذهاني أو اضطراب ثنائي القطب أو باي بولر أو أيا كان، أول سؤال بيسأله الأخصائي النفسي للشخص إيه؟ تخيل حضرتك احكي لي عن طفولتك كانت عاملة ازاي. ليه؟ لان فترة الطفولة هي هذه الفترة الحرجة وهذه الفترة السحرية اللي بناء عليها بتتكون شخصيتي بالزبط. وبتتكون شخصيتي هل هي صحية كمان من الجانب النفسي ام لا. احنا بنهتم بالصحة البدنية وهذا جيد، ولكن يجب ان نهتم بالصحة النفسية بنفس القدر بل نعطيها اولوية. بس انا بكلم حضرتك في حاجات بسيطه، يعني زي ما كنا بنتكلم قبل الهوى انه القصه مش قصه ان انا في توجه معين بقوله لابني او لحفيدي او باملي عليه حاجه، ده في حاجات بسيطه اعمل كذا، لا يعني لمجرد الرفض ده يعني ده عشان كده بقول لحضرتك وهي حاجه كويسه يعني ممكن تبقى حاجه حتى كويسه بالنسبه له. ما هنا اللي انا برجع لحضرتك اللي هو الروت كوز اناليسيس او تحليل اساس المشكله، ايه اللي وصله لمرحله ان انا بقول له مثلا انقل دي من مكانها او حط كتبك في شنطتك، خليك منظم، جهز شنطتك لبكره، اللي هو طلب طبيعي جدا ومش المفروض ان هو يرفضه، وطلب منطقي. هات يا يحيى، لا مش هجيب. انا بساله هات لي الحاجه من هذا المكان. سببها ان انا بدات دي ناتجه عن تراكمات، لانه هو ليس سلوك لحظي. عايز اقول لحضرتك العند هو ليس سلوك وليد اللحظه، وانما هو ناتج عن تراكمات. انا بدات اتعامل معاه من طفولته بشكل سلبي، وبدات اركز على الجانب اللي هو ايه، ان انا دايما بظهر شخصيته في الجانب السلبي او ان انا بفرض عليه توجهات معينه. اعالج ازاي بقى يا دكتور عزيز؟ اعمل هنا ايه بقى نبدا العلاج؟ وده النقطه المهمه، ودي دي الرساله من القلب ارجوكم لكل الاسر ده احنا اللي بنرجوك الفاضله اللي بتسمع، لان كل الاسر فعلا بتعاني من هذه المشكله. تمام، اول نقطه اتفقنا عليها وقلناها ضمنيا، نبحث عن شغفه.
الشغف ده او اللي هو توجهات عشان نسهلها شويه، اللي هو حابب ايه؟ انت بتتكلم على طفل عمره 3 سنين، من 3 سنين او 4 سنين، من 3 سنين تقول لي توجهاتك من 3 سنين ابقى عارف شغفه. تخيل. طب ما احنا ما كناش كده يا دكتور عبد العزيز. هي دي يعني المشكله. انا يعني هي دي المشكله. عايز اقول لحضرتك احنا اختلاف الاجيال واختلاف الجينات عملت عندنا فجوه كبيره بيننا وبين هذا الجيل. حضرتك بتشوف طفل في اولى ابتدائي ولسه داخل المدرسه وعنده مواقع على السوشيال ميديا وبيلعبوا جيمز. حضرتك بتشوف يعني هو حتى تواصله، انا عايز اقول لحضرتك حتى تواصله في السوشيال ميديا مع اصحابه اللي في سنه بيختلف عننا. احنا بنتواصل ازاي لما بنستخدم السوشيال ميديا؟ اما مواقع التواصل زي الفيس وتويتر والحاجات دي، هو لا بيتواصلوا عن طريق الجيمز. يعني هم بيلعبوا جيمز مع بعض وبيكلموا بعض اثناء الجيم. صح. ودي لها برضه بعض الامور الخطيره. اول حاجه بنصح بيها اللي هي بنسميها في علم النفس الكواليتي تايم، او الوقت بكفاءه، قضاء وقت مع الابناء بكفاءه. احنا مع كل المعضلات الاقتصاديه والنفسيه اللي احنا فيها في الوقت الحالي اصبحنا ننشغل عن ابنائنا عشان نبني لهم مستقبلهم واحنا لا ندرك ان احنا بنهدم مستقبلهم من البدايه. نبني لهم مستقبلهم ولا نساعد في بنائهم هم شخصيا. اللي عايز اقول لحضرتك احنا اصبح عندنا خلل في الاولويات. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. لا صح صح حضرتك بتتكلم. اصبح هناك خلل في الاولويات. انا بقى بالنسبه لي اولويتي ان انا اعمل مستقبل او كون مبلغ مالي مال ابني مستقبلا يعتمد عليه لما بيكبر اهم من ان انا انشئه وابني شخصيته بشكل ايجابي. بعض الاباء بيسافر للخارج لو كان في حاجه لذلك، لا ضير، ما بنقولش نمنع، لكن احيانا بيسافر للخارج لمجرد السفر او لمجرد تحصيل مال اكبر وفي الاخر بيكتشف. وعلى فكره احنا شفنا قصص كثيره، احنا في اسر بتضيع، الاولاد بتضيع، لا بيكلموا يقول له ابنك في الاسم احنا مسكناه مدمن او هو بيتعاطى مخدرات وهو لا يدري لانه في الاخر اصبح بالنسبه له هو مفهومه او الاولويات اختلت عنده. اصبح بالنسبه له ان انا اكون ثروه ما لابني، دي هو ده الهدف، ده الهدف من ان انا ابني شخصيه سويه افتخر فيها بما بعد. مع ان انا على فكره لو احنا حسبناها صح، لو انا استثمرت في ابني على فكرة هو سيحصل على هذا المال وسيحصل عليه، بس بالشكل اللي هو أنا أفخر بيه والوضع الطبيعي. فأصبح عندنا خلل في حتة اللي عايز أقول لحضرتك الكواليتي تايم أو قضاء الوقت مع الأبناء بشكل إيجابي. إحنا أحيانا يا دكتور بنبقى موجودين في البيت وغير موجودين. خلينا نتكلم بالقلب. لا 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 هو ده دي الموضوع تعبني انا نفسيا. انا من الاسر اللي بتجيلي احيانا لما بيشكو من العناد يا دكتور بيجيلي ازاي الامر؟ تيجي الام وبيتواصلوا معانا واحنا يعني في بعض الحاجات التطوعيه بنعملها يعني للتواصل مع الاسر، فبتيجي طول الوقت ابن بيعمل ويسوي واحد اثنين ثلاثه، تذكر مثلا 10 مشاكل ناحيه الابن. بسالها سؤال بسيط قوي، حضرتك مش شايفه من ناحيتك اي مشكله او اي حاجه انت قصرت فيها؟ الاجابه تكون فيها تجهم وتقول لا، وبعد كده ابدا احلل لها واخدها بس خطوه خطوه، وفي الاخر تكتشف انها هي الام كانت سبب المشكله او الاب سبب المشكله. انا متواجد بجسدي وغير متواجد بعقلي مع الابناء. احيانا ببقى شغال على الموبايل ايا كان بعمل ايه، وابني عمال يكلمني وانا يعني بديله مش مهتم بيه، بس بديله انطباع ان انا بسمعه وانا غير موجود في المكان بالمره. من المشاكل الخطيره الاخرى واللي بتؤدي للعناد اختلاف توجهات الأب والأم، ودي برضو مشكلة عندنا. إزاي؟ بيجي الأم لها توجه في التربية والأب له توجه مختلف في التربية، فالابن بيحصل له نوع من الديستربنس أو نوع من الخلل، حصل له خلل وتشتت. الأب له اتجاه، هما الاثنين مش متفقين، بالعكس أحيانا بيحصل الخلاف بينهم وبين بعض، والأب بيكسر كلام الأم قدام الأبناء أحيانا فبيلغي شخصيتها. هل هذا فعلا ده بينشئ نشأ سوي؟ هل ينشئ طفل مطيع وطفل بالشكل اللي احنا نتمناه وفي الاخر نشتكي من عناد الاطفال واحنا اللي ورثناهم هذا العناد؟ لما يشوف بشكل حي والده ووالدته بيتخانقوا مثلا قدام بعض او يختلفوا او كل واحد منهم ليه توجهات. وعايز اقول لحضرتك الطفل ذكي جدا، بيعمل حاجه اسمها ويش ليست بنسميها في علم النفس، اللي هي ايه؟ ان انا في حاجات معينه عارف ان بابا بينفذها وحاجات معينه عارف ان ماما هتنفذها لي. فعارف الطلب الفلاني هطلبه من بابا. فشوف الخلل وصلنا لايه؟ وصلنا ان هو بدا ياخذ اكبر قدر من الميزات اللي هي اثرت بالسلب على شخصيته. يعني بيستفيد من الخلاف، من هذا الخلاف بالزبط. وهو ذكي. احنا احيانا بنستهين بعقليه الطفل يا دكتور. طيب نقطه تانية مهمه،
احيانا بنواجه احنا كأسر بأسئلة وجودية اطفال بيسألوها، ايوه، نعمل فيها ايه؟ لان بتبقى انا اعتقد ممكن الإجابة تبقى صعبة او مش حاضرة عند الاب ولا الام. دي علاجها ازاي؟ دي نقطة هامة، لان عايز اقول لحضرتك الاطفال، ودي بس برضو نقطة مهمة قوي عايزين نركز عليها، الطفل الذي يكثر من الأسئلة الوجودية دليل على ذكائه، دليل لأنه بيفكر. على انه ايوه بيفكر. لان هو الأسئلة الوجودية دي بتنتج عن ايه؟ نتيجة عن فهمه، وفهمه بشكل عميق، يعني كلمة عميق نحط تحتها خط، لما يحدث من حوله. بمعنى ايه؟ بيجي هو عايز يتفكر الخلق ده تم ازاي، الكون ده كيف نشأ، الحياة كيف. فمعنى كده عمره ما عمر الطفل ما بيوصل للمرحلة دي غير لو معدل الذكاء عنده بنسبة عالية جدا. فلازم اول حاجة نقرر بيها ان الاطفال اللي بيسألوا اسئلة وجودية ده بيدل على ذكائهم. طب النقطة التانية اللي بتتعلق بالاب والام، لازم يا جماعة يكون في نوع من التثقيف. ما ينفعش بأي حال من الأحوال لما ابني يسألني سؤال أيا كان حساسيته، وهدى لحضرتك مثال أيا كان حساسية هذا السؤال، أقول له لا ما تسألش السؤال ده، ما تسألش فيها. كلمة ما تسألش فيها ولات عنده نوع من الشك، هذا الشك سيكبر ويتحول إلى شك في وجوده هو شخصيا وتوجهاته حتى تكوينه هو شخصيا. ده انا هدخل في كارثه وبعد كده والالحاد والافكار اللي حضرتك تعلم جيدا كيف انتشرت للاسف. فباجي عدي حضرتك مثال بسيط، احد الامهات بتقول لي ابني سالني سؤال وانا مش عارفه اجاوبه. ايه اللي ساله لك؟ انا علمته الدعاء وان هو يدعي ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ويكون في خير مكان وهكذا. فجاء قال لي ماما انا عمال ادعي ربنا سبحانه وتعالى، يعني عمال ادعي ولعب كتير وحاجات ومش بتجيلي اي حاجه من ده غير حاجات يعني بسيطه قوي، وبدعي ان انا اطلع الاول وما بطلعش الاول وبدعي. فقالت لي انا فعلا احترت، اقول له قلت له لا استمر في الدعاء ورب، يعني انا رديت عليه كده رد ايه زي جزافي ولكن غير مبني على اقناع. وبالتالي هو الطفل طبعا زي ما قلنا ده نوع من الاطفال الذكي، فانا مش هينفع اضحك عليه باي اجابه طبعاً لازم طبعاً. فقلت لها بمنتهى البساطه، وده اللي هيرجع بقى لنقطه التثقيف اللي ذكرتها لحضرتك، قلت لها ببساطه قولي له لما انت بتروح للطبيب، هل وانت مريض هل الطبيب يعطيك المرض الذي يعطيك الدواء العلاج والعلاج الذي تحبه ام العلاج اللي هيعالجك؟ فاجابته يعني جاوب على سؤاله بسؤال، الاجابه بتاعته يعني انت لما بتروح للدكتور يا حبيبي الدكتور بيكتب لك العلاج اللي انت بتحبه اللي طعمه جميل واللي انت حبه قوي، ولا العلاج اللي هيداويك ايا كان هذا العلاج مر او فيه مشكله؟ يقول لها لا العلاج اكيد اللي هيداويني. كذلك الله سبحانه وتعالى والذات العليه يعطيك ما ينفعك وما هو خير لك، انت بتساله صحيح، فبيعطيك ما هو خير لك ويبقي لك الدعاء. وبعد كده ببدا اشرح له فكره الدعاء وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيدخر الدعاء، واكلمه كانه شخص عاقل وناضج وكيف يدخر الله سبحانه وتعالى الدعاء للانسان. احنا احيانا نقول المعلومات دي يعني اكبر من تفكير الطفل وما ينفعش نقولها له. في حاجه مهمه قوي ودي مشكله عندنا كبيره، احنا احيانا بنستهين بعقليه الطفل، وعقليه الطفل جبار. الطفل يختلف عننا في ايه؟ انه يدرك، واحيانا ليس لديه القدره على حاجه بيسموها الارتكليشن او اخراج ما بداخله، زي ما احنا بنعمل، زي ما بسرد مع سعادتك مثلا موضوع ما، احيانا هو بيبقى مدركه بشكل او باخر ولكن طبعا بالدرجه اللي هو فاهمها، ولكن ليس لديه القدره انه يخرج ما بداخله في صوره كلام منظم. ولكن الادراك موجود عنده، وهذا الادراك ينمو 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 مع نمو حياته، وبالتالي يعني يكون توجهاته النفسيه فيما بعد. عشان كده احنا بيجي بعض الناس بيشتكي يقول لك ابني عنده خلل في العناد مثلا في الطفوله، بعد كده يقول لك ابني عنده فعلا، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، بعض الناس تشتكي يقول لك ابني عنده افكار الحاديه، ابني عنده افكار توجهات غريبه، يعني مثلا ميول لتجربه الاشياء الغريبه زي المخدرات وما شابه. ليه؟ لان انا لم اتعامل معاه بشكل ايجابي من الناحية النفسية، وما أنشأتوش في بيئة نفسية صحية من الطفولة، وفي الآخر كانت النتيجة للأسف كارثية في أغلب الحالات. فهي الأمر يحتاج نوع من التثقيف من خلالنا، لما بجاوبه على أي سؤال بجاوبه كأنه شخص ناضج وعاقل، لا أهمله ولا أقول له الأسئلة دي ما تسألهاش، ولا حتى أجاوبه أي إجابة اللي هو إيه عدي وخلاص، لأنه الإجابات دي بترسخ في ذاكرته، واللي مش هيفهمه دلوقتي هيحلله فيما بعد ويعرف أنني كنت أخدعه في يوم من الأيام.
تأثير يعني وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الجهاز الخطير جدا اللي هو دلوقتي يا فندم، مش عاوز أقول لحضرتك يعني في إيد كل طفل يعني من عمر إيه يعني مجرد بس إنه يعرف يحرك إيده بيستخدم هذا الجهاز. يعني تأثيره إيه يعني؟ وده طبعا ليه تأثير سيء على الأسرة بصفة عامة، لأنه زي ما حضرتك ذكرت الأسرة كلها مشغولة، الأب والأم والبتاع والأولاد طبعا برضو ممكن كل واحد والوقت الكفاءة اللي احنا تحدثنا عنه ما بيحصلش، لأن أحيانا بنبقى احنا مشغولين الأب والأم. بالظبط، نعمل إيه؟ تمام، عايز الأول بس أوضح ما هنا برضو ما أنا مش هقدر أمنع ده من إيد الأطفال، خلاص الموضوع ما يعني احنا منتهي. شئنا ام ابينا ده خلاص هو بقى جزء من تكنولوجيا، هذه التكنولوجيا هي جزء اصيل بقت في المجتمع. واي حد، حتى انا عايز اقول لحضرتك دايما لما الناس بتتكلم عن ادمان الانترنت وحملات للتوعيه ضدها، مفيش اي حد في الدنيا يعني منصف هيقول يا جماعه التقنين الانترنت يعني منعه عن الابناء او منعه استخدامه، لانه خلاص اصبح جزء من حياتنا، واصبح جزء كمان في جزء مفيد جدا الدراسات طبعاً. والابحاث انا شخصيا الدكتوراه خدها من خلال اونلاين وحاجات كتير دلوقتي. وزاره التربيه والتعليم خلاص دلوقتي وزاره التربيه والتعليم وعلى فكره اللي دخلنا له في وزاره التربيه والتعليم شئنا ما بين كنا ندخل له، يمكن فيروس كورونا سرع الموضوع يعني شويه، لكن احنا كنا لازم هنوصل لهذه المرحله والا سنصبح متخلفين عن العالم المتقدم طبعاً. لازم ندخل فيها. فتعالوا أول حاجة نقر بيها قاعدة ثابتة أنه أصبح جزء من مكونات هذا المجتمع أو هذه الحقبة من الزمن، ومش هينفع ألغيه بشكل كامل. ولكن تعالوا نشوف مشاكله. عايز أوضح لحضرتك في أحيان الناس يقول لك هذا الشخص مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي تمام، أقول لك الرجل ده أدمن مواقع اللي هو بيقعد كتير على الموبايل. اللي احنا ما نعرفهوش في جامعة اسمها جامعة كورنل الأمريكية عمل أبحاث قال أن الإدمان هنا باللفظ والحقيقة، قال لك إزاي بالحقيقة يعني هو مدمن، فقال لك أيوة مدمن، قال لك الإنسان المدمن هو بيتعاطى مادة كيميائية تحفز المخ أنه يفرز حاجات تشعره بإرضاء لحظي وهكذا. قال لك الإنترنت لما بيدمن عليه الإنسان الطفل أيا كان أو حتى الناس البالغين والناضجين بيحصل إيه؟ لما بيدمن بيحصل المخ بيفرز مواد كيميائية بتشعرني بالإرضاء اللحظي، ببقى في حاجة مستمرة له. قال لك طب تعرف إمتى الشخص ده مدمن أو مستخدم طبيعي؟ فعملوا الإحصائية قال لك إذا زادت عدد ساعات استخدامه للمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 32 ساعة في الأسبوع أصبح مدمنا. واحنا للاسف طبعا يعني في ناس احنا بنتعدى ده يعني بقى يعني انا عايز اقول لحضرتك 50-60% من الشعب المصري هناك مراكز مدمن. كمان في اوروبا في هناك مراكز دلوقتي بتعالج ادمان مواقع التواصل الاجتماعي، تعالج يعني بيحطوا كمان كانه عارف بيعالجوا من ادمان مخدر بالظبط، وبيعملوا كمان حاجه اسمها ويزدرول او اللي هو ايه سحب تدريجي من الجسد وانه يقلل له معدل لغايه لما يصبح شخص في اطار طبيعي. فالمجمل اللي انا عايز اوصل له ايه؟ انه احنا مش هينفع نبدا، ولكن يجب ان نقنن ونراقب. ازاي بقى نقنن ازاي؟ يعني ان انا بحدد ساعات معينه وما ينفعش بعض الامهات بتيجي تقول لي هل ده ممكن وده بيضايقني. انا ممكن من احد الاسئله اللي اللي فعلا برد بعنف على الاب والام لما تيجي تقول لي انا مش قادره. ما ينفعش كلمه مش قادر اصلا. عايز اقول لحضرتك انا تعالى نتخيل لا قدر الله ابني قدامي بيتعاطى مخدر، هاجي في لحظه من اللحظات اقول انا مش قادر امنعه انه يتعاطى هذا المخدر؟ انا فعلا هو بيصل الى انهاء حياته. لما انا بيقعد 8 ساعات الطفل بيلعب جيمز، عارف حياتك بيحصل له ايه؟ بيحصل له انفصال عن هذا العالم من حوله، وبالذات في السن الصغيره بيحصل له الاوتيزم اللي هو التوحد. التوحد ده بيخلي الطفل غير سوي، غير مدرك للواقع من حوله، عايش في عالم افتراضي بشكل مستمر، عنده خلل في جهاز الكلام، عنده خلل في التفكير والتحليل المنطقي. فانا يعني بدمره بشكل او باخر. فلازم يحصل ايه؟ تقنين. وانا بعملها اقول له انا ما منعتش الموضوع عنك، ويبقى في نقاش. عشان كده انا بقول حته النقاش دي مهمه قوي. انا ما منعتش الموضوع عنك، ولكن وانا عايز اقول لحضرتك دي من الحاجات اللي انا عشتها يعني بشكل حي لما جيت وضحت لاحد الاطفال، ولكن الكونسيكونس او العواقب لاستخدامك للانترنت هوضحها لك. 1-2-3 هيحصل عندك كذا في المخ، وهيحصل عندك نوع من التوحد. لما انا بوضح للطفل الحقيقه، هي دي مشكلتنا ان احنا احيانا بنعطيه اوامر واحنا ما بنديهوش الهدف البعيد من هذه الاوامر. انا بطلب منك كده ليه؟
زي لما بقول له مثلا روح المدرسه وهو عنيد احيانا بيبقى متضايق انه يروح المدرسه، لازم اوضح له انت هتروح المدرسه من الاساس ليه؟ اللي هو المدى البعيد عشان توصل لهدفك، عشان تبقى عضو نافع في مجتمع، توصل لاحلامك وهكذا. فانا لما اوضح له انا بقنن استخدام الانترنت. اصل هي مشكلتنا يا دكتور عبد العزيز ان احنا فعلا بنتعامل مع الاطفال كانهم اطفال. ما هي دي المشكله. ولازم بتعليمات ولازم كذا. لو انا ما وضحتلوش الهدف من التفاهم ولا الحوار ولا انا بقول لحضرتك حاجه انا عملتها انا شخصيا مع احد الاطفال، لما وضحت له قلت له شفت الكلام ده، عايز تصدقني تعال نخش انا وانت على النت ونجيب، وجبت له فيديو فعلا بيتكلم عن اضرار استخدام الانترنت للاطفال. عرفت ان انا لما بمنعه عنك انا بمنع عنك اذى، ولا انا عايز اضايقك وخلاص. دي نقطه. النقطه الاخطر من كده، عشان كده بقول حتى لو انا بدي له ساعتين في اليوم لازم يكون في نوع من الرقابه. حضرتك سمعت عن بعض الالعاب لا داعي لذكر اسمها بتصل بالشباب انتحار. المراهقين بالانتحار. وحدثت حالات انتحار في الشرق الاوسط اكثر من 12 حاله نتيجه لعبه. هذه اللعبه عباره عن ليفلز او مستويات، بيجي اول مستوى يعمل الحاجه الفلانيه وناس بتتواصل معاه. يعني شوف حضرتك، عايز اقول لحضرتك كانها يعني جيمز موجهه، يعني في حد في كيان قائم خلفها عشان يدمر هذا الجيل. دي حرب. ويجي عايز اقول لحضرتك انت عشان يتواصل مع ملايين الاطفال على مستوى العالم، هو محتاج ميزانيه قد ايه؟ ده محتاج ميزانيه بالمليارات. فلما يجي يتواصل مع كل طفل بيتواصل معاه كلام مباشر ويقول له انت برافو عليك، انت عديت المرحله دي وعديت المرحله الثانيه، وبعد كده اجرح نفسك وصور لنا ايدك وهي مجروحه، وبعد كده انت ممتاز، انت وصلت لاحلى حاجه واعلى مستوى، ارمي نفسك من هذا المبنى. وحدثت حالات انتحار لان هو عمل له ايه؟ عمل له غسيل مخ، واخده كمان بشكل تدريجي الى ان وصل الى مرحله انه اصبح طوع يديه واصبح سهل جدا ان هو يدي له اي امر. عشان كده بقول الرقابه على بعض الالعاب، ونحن ندري اسمها جيدا، فيها احد اللقطات سجود للصنم، مش عارف حضرتك اذا سمعت عنها، ولكن دي انتشرت بشكل كبير. واحد الالعاب الشهيره لا داعي لذكر اسمها، البطل في بدايه اللعبه بيسجد لصنم كده موجود قدامه، وبعد كده بيكمل اللعبه كانه يتبرك منه. ايه ده؟ انت ايه اللي انت عايز توصله لهذا الشباب يا جماعه؟ يبقى انا ازاي باي حال من الاحوال اسمح لابني ولسه بيكون في عقله واصبح في قدسيه لهذا الصنم او الحجر اللي قدامه؟ فهنا هنا الرقابه لازمه. فاللي عايز اوصله لحضرتك ان للاسره دور مهم يا جماعه. ما ينفعش في لحظه من اللحظات اقول اي جيف اب او انا خلاص استنفذت كل امكاناتي. ما ينفعش الجا للاخصائيين النفسيين لو انا فعلا حسيت في لحظه ان انا يعني الموضوع اصبح خارج قدراتي او خارج نطاق امكاناتي. يعني حضرتك بتنصح انه الطفل يبقى معاه مثلا الموبايل ساعتين؟ يبقى موجود ساعتين جيده، ولا تكون متواصله. لسه كنت بقول لساعتك لا تكون متواصله. لا تكون متواصله لسببين. اولا وجود الساعتين دول بشكل متواصل برضه هيعمل نفس المشكله اللي في الدماغ اللي احنا بنقول والنقطه الثانيه ان هو لما بوزعه له على مدى اليوم، على مدار اليوم ان شاء الله حتى نص ساعه على اربع مرات بتبقى جيده، لان هو بيستمتع خلال اليوم باكمله. ما حسستوش ان انا منعت عنه الامر تماما. الاسر هتقدر تعمل ده يا دكتور عبد العزيز؟ لازم. احنا عايز اقول لحضرتك رساله مهمه جدا جدا لكل اولياء الامور. انا هسال الاسر اللي بتسمعنا سؤال بسيط جدا. انا لو شفت نفس السؤال اللي سالته، لو شفت قدر الله ابني ماسك سكينه وبيؤذي نفسه، هل ينفع بأي حال من الاحوال اقول هو انا مش قادر او مش قادر اتحوّد ده دماغه وانا مش قادر اتحكم فيه؟ ما ينفعش. وزي ما قلت لحضرتك في لحظه من اللحظات اذا لقيت نفسي فعلا عجزت تماما تعالوا نلجا للاخصائي النفسي للنصح وليس لالقاء المشكله. برضه عندنا مشكله في مع التعامل مع الاخصائيين النفسيين. تيجي بعض الاسر بياخد ابنه ادي المشكله حلها لي. ما ينفعش. وهي المشكله عنده، انت المشكله عندك ولازم هو اللي عاوز يتعالج. وعايز اقول لحضرتك ده هو لازم يكون جزء من حلها. الاخصائي النفسي ده بيعمل ايه؟ كل دوره بيدي لك جايدنس او بيدي لك معالم معينه وتوجهات معينه انت بتمشي عليها عشان تحسن من الحاله النفسيه للطفل. لكن لو انت رميت المشكله خد حلها لي، اتفضل سعادتك حلها لي وانا ما عنديش مشكله، لن يجدي ذلك نفعا باي حال من الاحوال. دوره إرشادي وفقط ولا يتعدى دور الإرشاد، ولكن الدور الأكبر على الأسرة، على الأب والأم تحديدا. أهم المشاكل اللي جات لحضرتك يا دكتور عبد العزيز واستوقفتك وكانت حاجة فعلا غريبة يعني. كتير يعني في منها يعني خلينا لأنه برضو يعني هذه النماذج هتفيد المشاهدين. أدي لحضرتك بعض الأمثلة. يعني بعض الأمثلة العناد وصل إلى مرحلة خطيرة.
في عناد احنا بنقول ان ده متقبل ونقدر نتعايش مع الطفل، ولكن في بعض الامهات رجعت لي قالت لي ان بنتي وصل بها العناد انها رافضه تروح المدرسه تماما. راحت المدرسه امها عملت اللي عليها، قلت لها طب انت عملت ايه فيها؟ المفروض انت ليكي دور انك تعملي. راحت المدرسه لقيت ان البنت بيتم معاملتها على احسن ما يكون، وان زيها زي اي زي جميع الاطفال اللي موجودين، يعني ما فيش حد مثلا مضايقها ان هي تروح المدرسه. فجيت قلت لها بمنتهى البساطه، عندما يحدث العند بدرجه تؤثر على مسار حياه الطفل الطبيعيه، هنا لازم نلجا للاخصائي النفسي. واديتها بعض النصائح والحمد لله الموضوع افلح، بس عايز اقف عند النقطه دي لان دي نقطه مهمه قوي. انا كشخص طبيعي، مش هنتكلم حتى عن الطفل، امتى اقول اللي انا بمر بيه ده حزن ولا اكتئاب؟ اكتئاب مرضي عايز اتعالج فيه. اي خلل نفسي او اي شعور انساني يؤثر على مسار حياتي الطبيعيه، يعني انا وصلت مثلا ان انا مش قادر اروح الشغل تاني يوم، وصلت لمرحله مش قادر اتعامل مع الناس واخرج من البيت من الاساس، لا هنا يبقى انت لازم تلجا للطبيب او الاخصائي النفسي، لان انت الموضوع خد منحى اخر، خد منحى ان هو تاثر على مسار حياتك الطبيعي. لكن الحزن الطبيعي كلنا بنحزن، والاشخاص اللي ما بيحزنش ده هو ده اللي عنده خلل بالزبط. لكن طالما انا حياتي ماشيه وبروح شغلي وارجع، لا انا كده الدنيا تمام وفي التحكم مع بذل المزيد من الجهد. فالمهم قلت لها اول حاجه انت صح انك لجأت للاخصائي النفسي، لان الموضوع عندما يخرج عن نطاق السيطره ويخرج عن نطاق حياتها الطبيعيه لازم تلجأ. انا اخذ بعض الامور، ان انت فكرتي تتحاوري معاها وتفهمي ليه؟ قالت لي لا، ده أول نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها بالظبط. فكرت تسأليها هل هي في مواد معينة هي مثلا نفرة منها وبالتالي هي، لأن أحيانا الطفل أنت بتسأله السؤال ولما بتساعدوش في الإجابة بيبقى واقف. يعني ممكن أقول لها أنت مش عايزة تروح المدرسة ليه؟ سؤال بسيط ما عندهاش إجابة، فببدأ أنا أساعده في حتة التحليل المنطقي اللي احنا قلنا عليه. هل في مواد معينة مضايقاكي هناك؟ هل في أحد الأطفال بيضايقك في هذا المكان وهكذا؟ أو مدرس أو مدرس بيضايقك؟ هي طبعا لما راحت عمر الأمور ما هتتضح. فلما البنت بدأت تتكلم بدأ يتضح للأم حاجتين، إن في بعض الأطفال بيتنمروا عليها والبنت خجولة بطبعها. التنمر في مرحلة الطفولة طبعًا. ودي كارثة طبعًا. وأتمنى يكون في لقاء يعني منفصل عنه إن شاء الله. لأن ده أمر هام جدا وعايزين نعالجه للمتنمرين وليه بيحصل من الأساس. فلقيت إن بعض الأطفال يتنمروا عليها لسبب أو لآخر، وبدأت تعرف حتى أساميهم من البنت. بعض المواد هي محتاجة مساعدة فيها عشان أمها بس إيه يعني يبقى في نوع من الحوار والتسهيل. قالت لها ما فيش مشكلة. فلما راحت المدرسة وبدأت تعالج ده، وبعد كده قالت لها أنا حتى نقلتها الفصل تاني، قالت البنت بقت من أحسن ما يكون. أنا وصلت للحل إمتى؟ هي الأم وصلت للحل إمتى؟ وصلت للحل عندما بدأت التحاور تتكلم والاستماع للبنت. فدي احد الحالات، والحقيقه يعني شكرتني بشكل، قلت لها انا ما يعني لا تشكرين لان انا ما عملتش حاجه، ده الطبيعي اللي المفروض اي اسره ان هي تعمله. انت بتسمعي لها عشان تعرفي ايه الاسباب، لان انت مجرد عدم سؤالك للطفل، ممكن بعض الاطفال لو انا ما سالتوش ما بيقوليش السبب، ولو ما ساعدتوش حتى في الاجابه برضه مش هيقول لي السبب. فانا بستمع له بساله وبساعده في الاجابه اللي بس في بعض الاطفال لو سالته مش هيجاوب خالص. دي بتبقى مشكله عندي انا، ما انا برجع اقول لحضرتك احنا احيانا بنلقي اللوم على الطفل، واحنا المشكله عندنا ان انا مش قادر اديله اسهل له الاجابه. يعني انا ممكن اديله حتى افتراضيات، انا ممكن اديله فرضيات. ادي لحضرتك مثال اخر، بعض الاطفال بيقوم من النوم مفزوع بالليل، يعني وصراخ وامر مستمر، وده على فكره خلل خطير جدا. والأسرة بتبقى عاجزة ومش عارفة إيه السبب، هو قايم فازع بالليل وفي حاجة معينة الولد تعرض ليها وإحنا مش عارفينها، أو بنت تعرضت ليها وأنا مش عارفها. فباجي أسأله ألاقي الأمر خلاص، يعني هو مش قادر يرد أو مش عايز يرد. لما باجي أحلل الموضوع أساعده، هو أنت في حد ضايقك؟ في حد ضربك؟ في حد؟ أنا ببدأ أفترض الافتراضيات اللي في دماغي، ببدأ أسألها له عشان أساعده. في الآخر بيكتشف أن هذا الطفل مثلا تم التعرض له بشكل سلبي أو بشكل خائط من محيطين حوله مثلا، أيا كان هذا الشكل، نوع من التنمر أو نوع من الضرب، وهو كان خايف أنه يذكر هذه المشكلة عشان لا يتم عقابه بشكل سلبي. فلما اديت له الأمان واديته هذه المساحة من الأمان بدأ يتكلم معايا. فاللي عايز أقوله الحوار،
الحوار ده هو أول حاجة. الحوار واكتشاف شغف الطفل وتوجهاته عشان يبقى حتى لما أنا بوجهه أو بديله نصائح تبقى في هذا الاتجاه وليس في اتجاه مغاير، وبالتالي يبدأ من عندها العند. هل التبول لا إرادي بيكون برضو زي نفس الكلام؟ نفس الكلام. عايز أقول لحضرتك التبول لا إرادي بيبقى له عدة مشاكل وممكن نذكرها، بس هو أحد صور الخلل النفسي زي الصراخ والخروق بالليل مثلا وإنه يقوم من النوم فاز. دايما لما بنعالج أي مشكلة نفسية ويرجع أي شخص لينا مثلا كأخصائيين نفسيين، أول سؤال إذا أنا أقول لك مثلا عندي مشكلة في القلب، عند الطفل بيقول لك طفلي عنده تبول لا إرادي وهي أحد الأمثلة، أول سؤال بنسأله هل أنت كشفت على الجزء الجسدي الأول؟ يعني بمعنى أصح هل رحت لدكتور مسالك عشان تكشف وتتأكد أنه ما فيش خلل عضوي أو بعض الالتهابات التي تؤدي إلى ذلك؟ تمام. اللي قلبه بيوجعه ده باستمرار، هل حضرتك كشفت عن طبيب قلب وعمل لك رسم قلب وتأكد ان القلب ما فيهوش مشكلة وبالتالي بتلجأ لأخصائي نفسي؟ بعض الناس بيبقى هو ما خدش الخطوات دي وبالتالي رجع للأخصائي النفسي مش هيقدر يساعده لأنه ممكن يكون المشكلة عضوية. زي الجز على الأسنان عامل نفس فكرة التبول، هتلاقي بعض الأطفال كتير لدرجة ان بعض أسنانه بتتاكل. احيانا عارف حضرتك بيبقى في وجود بعض الديدان في الامعاء الغليظه ومش عارف ايه والحاجات دي، لازم يروح لدكتور اطفال او دكتور بطنه يعالجها. فاول نقطه، اول نصيحه بنصحها لكل الاسر اللي بتسمعنا، عندما يحدث هذه يعني الاشكال مثلا المرضيه للطفل، اول حاجه بعملها ان انا لازم اشوف الجزء الجسدي قبل ما افكر ان المشكله نفسيه. استنفذنا كل الجزء الجسدي والدكتور نفسه هو اللي اكد له ان دي حاله نفسيه، يبقى نرجع بقى هنا للاخصائي النفسي لانه هيتناول الموضوع بالتحليل ويعرف ايه المشكله دي. وخلينا اكلم حضرتك بصراحه اكبر، بعض الاطفال بيحدث لها تبول لا اراده، بيحدث له صراخ وبيصحى من النوم نتيجة تعرضهم للتحرش، وهذه من المشاكل للتحرش بالأطفال. وهذه المشكلة عايز أقول لحضرتك جامعة ميتشيغان الأمريكية عملت بحث، البحث ده نشر من سنتين، بيقول أن أكثر من 50% من الأطفال من الجنسين يتعرضون للتحرش في سنين حياتهم الأولى اللي هي المرحلة الأولى، ودي أحد المشاكل اللي لازم أقف عندها، ولا قدر الله إذا حدثت لها مشكلة ولها خط آخر في العلاج عن طريق محو ذلك من الذاكرة، وإن أنا بحسس الابن وعشان كده دي هترجع مساحة الأمان والإطمئنان اللي بينه وبين الطفل، لأن لو ما فيش مساحة من الأمان عمره ما هيحكي لي حاجة زي كده. يعني خلينا نبقى صراحة مع بعض سريعا دكتور عبد العزيز، هل الأمراض النفسية ممكن تؤدي إلى أمراض عضوية؟ أكيد بدون شك. يعني بعض الأمراض النفسية بيجي مثلا حد عنده مشكلة في المعدة ودي بتتكرر كثيرا، تلاقيه هو معدته والدنيا تمام، أول ما بيمر بضائقة يلاقي حصل له ارتجاع في المريء والمعدة بدأت تحصل لها والقولون بدأ، فأصبح الأمر عضوي هنا. بيروح للدكتور بيديله المسكنات ويديله دكتور البطنة والعلاج المناسب لهذه الحالة، ويمر بضائقة نفسية تلاقي الموضوع يتكرر. عشان كده لازم يكون الموضوع على التوازي مع بعض، بعالج الجزء الجسدي وعالج الجزء النفسي معا. أنا سعيد جدا بهذا الحوار وبهذه الفقرة المهمة اللي أكيد كل الأسر استفادت من هذا اللقاء، لكن الحل زي ما وضح الدكتور عبد العزيز الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ونتعامل مع أطفالنا بقى أن هم ناس فعلا كبار ومدركين، لأن هو ده الواقع وهي ديت الحقيقة. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعنا أن نتقدم بجزيل الشكر للدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية. أشكرك جدا دكتور عبد العزيز، وإن شاء الله يكون لينا لقاءات تانية ونتكلم بقى على التنمر. سعدت بلقاء حضرتك ويعني أتمنى يكون أفدنا الأسر اللي بتسمعنا أكيد ولو بالقدر القليل. أشكرك جدا أفضل. شكرا أفضل. شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. لأن ألقاكم في اللقاء القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.